مرحبا بكم مشاهدينا، عودنا رجعنا لكم في حصة جاوب تربح. طبعا سؤال خفيف مع ساعة ذكية مهدات من قناة لاباتري نيوز، تابعوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك مع رمضان؟ الحمد لله الله يحميك. يبان لي راهو ناباديتو. السلام عليكم، صحة رمضان. سلمك صحة رمضان. كيفاش مع رمضان؟ صافا الحمد لله. دوسمان. لازم. واش راحين نديروا اليوم؟ اليوم كاين ما اليوم كاين شربة. اليوم دات لاسوب. ندير لاسوب باسكو الشربة شوية ما نوت تمرض شوية. تخيل. السلام ورحمة الله. كيفاش مع رمضان؟ والله غير لاباس الحمد لله. راهي الدعوة ماشية، أنا انخفضت شوية السلعة، رانا في رحمة ربي. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ رضوان من العاصمة. من العاصمة، أهلا بك رضوان. كيفاش مع رمضان؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. سؤالنا لنها اليوم يقول لك أول من ابتكر بطاقة التعريف الوطنية؟ ألو تاع الجزائر؟ لا ماشي الجزائر. أها في العالم كامل. أول من ابتكر بطاقة التعريف؟ أوكين إيدي. لست أدري. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ عبد الله. عبد الله. العم عبد الله، ممكن تعرف لنا بطاقة التعريف؟ لكل شخص عنده بطاقة التعريف. ياسر. البطاقة التعريف واش تمثل؟ تمثل هواية. الهوية. الهوية. وي. السؤال تاع نهار اليوم يقول لك أول من ابتكر بطاقة التعريف الوطنية؟ ما عندي شيء. ما عندكش. من الأول الذي استعمله أو تقرير؟ أول تعريف على بالي بلي خرجت من انجلترا، ليزونجلي هما اللي اخترعوا البطاقة التعريف. بطاقة التعريف. ولكن من هو الأول يعني الشخص اللي استعملها؟ والله ما. أوكي نيجي. ميمي على بالي شي أونجلي، ليزونجلي هما اللي داروا لا بريمير كارت ناسيونال. لا ماشي ليزونجلي. بالك. مهم المشاركة. تقدر تعرض لنا بطاقة التعريف، تعرفها وشنو هي؟ هوية الشخص. المعلومات اللي فيها. الاسم، اللقب، تاريخ ومكان الازدياد. الحالة. ما موك على بالك بطاقة التعريف. ذاك السؤال تاعني يقول لك أول من ابتكر بطاقة التعريف الوطنية. البلد أم الشخص؟ الشخص. هذا سؤال لازم روح لجوجل نبحث عليه. بطاقة التعريف تسمى هي اللي تمشي بها، هي اللي تكزيستي بور لو مومون. سؤال تاعني نهار اليوم يقول لك أول صاحب، ولا نقولوا من هو صاحب فكرة بطاقة التعريف؟ أول صاحب؟ صاحب فكرة بطاقة التعريف. شكون كريا؟ عادي والله ممكن يدي عليها. ما كانش فكرة. البلد في راسك ما كانش. البلد الأول اللي دار بطاقة التعريف. إنجلترا؟ ماشي إنجلترا. للأسف. على حسب معلومات اللي عندي اللي كريا بطاقة التعريف هو سيبيان وقيلا من صالح الحاج. في لو موند. المهم المشاركه. المهم المشاركه. السلام عليكم الاخ. السلام عليكم. كيفاش مع رمضان؟ والله الحمد لله. الحمد لله. السؤال، تعرف بطاقه التعريف؟ نعرفوها بيان سور. كاع عندنا بطاقه التعريف، الهويه ديالك. الهويه ديالك. السؤال تاعنا تاع اليوم خاص ببطاقه التعريف، يقول لك من هو صاحب فكره بطاقه التعريف الوطنيه؟ الله اعلم. هتلر. هو اللي هتلر هو اللي دار بطاقة. أدولف هتلر في عام 1914 كان هو صاحب فكرة بطاقة التعريف، وكانت توضع على الصدر. على صدر الشخص فيها اسم الجندي و من أي مكان ولا شغل الولاية اللي راهو يسكن فيها والآخر، وبالتالي أدولف هتلر هو أول صاحب فكرة بطاقة التعريف الوطنية. وبهذا تتحصل معنا اليوم على ساعة سمارت واتش مهداة من قناة لاباتري نيوز. المهم تتحصل بك على الساعة تاعك. الله يحفظك يا كريم. المشاهدين بمناسبة شهر رمضان. يا خويا صحة رمضانكم وصحة عيدكم إن شاء الله، ونعيدوا بالخير والعافية إن شاء الله. الله يحفظك.